السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. إيه ان شاء الله هحاول يكون فيديو سريع كده، هنعرف ازاي نعمل ايديت على اي لايبرري اللي احنا عايزينها. في البدايه لازم تكون عارف ان في عندك نوعين من اللايبرريز. لايبرري انت ضايفها، فبتنزل لك هنا في حاجه اسمها المانجد لايبرريز، تمام؟ هي بتجي لك في البدايه هنا في اللايبرريز دي مثلا حاجه انا ضايفها، مجرد انت بتضغط على اللايبرري تعمل لها يوز بتضاف لك في اللايبرريز. لو عدلت عليها بعد كده مجرد ما تعمل سيف وتعمل ابديت هتضاف لك لوحدها في البرنامج. انما لو لايبرري في المانجد زي دول كده، دول خاصين بالبرنامج نفسه، فعشان اعدل عليها لازم اعمل لها سيف وارجع اضيفها تاني، تمام؟ خلينا نعمل بروجكت بسيط كده، هقول له كرييت نيو بروجكت وليكن مثلا تيستينج. عشان لفت سبيس مش تيستينج، ديستنيشن فايل اكزيست، في حاجة اسمها تيست مش. طيب خليني تيست بس، رينيم تيست تو مثلا، هاجي اقول له اوبن بروجكت نيو سكيماتيك، تمام كده افتح لي السكيماتيك، هاجي اعمل اد بارت، تمام كده قبل اللايبريز. وليكن انا هنزل روزيتا، اسمها كونكت يو تي ار 500، تمام. خلينا نجيب مثلا اي واحدة دي مثلا روزيتا 2 طرف، تمام. وعايز اكبر البلدة دي او اخلي شكلها مربع، هقول له اوكي. نزلت مثلا روزيتا هنا، خلينا نروح على سبارك فان ريزيستور، سبارك فان ريزيستورز، واقول له روح على الجينيريك لايبراري هات لي مقاومة 3 من 10 مثلا، هذه المقاومة. وعايز برضو ايه سبارك فان ال اي دي، جواه ال اي دي تاني، واجيب ال5 ملي واقول له وصل لي دول كده مع بعض، تمام. هاجي هنا اعمل جنريت او سويتش تو بورد عشان اشوف شكل المكونة. ممكن نروح جايين لو عايزين نعمل كاستم شيب كده، نروح جايين حاسفين ده، واجي هنا على لاين خلي ده بس بالملي، ده فاينست بالملي، اقول اوكي يظهر لي الجريد، تمام. هاجي هنا اختار لاين، اختار اللير بتاعتي دايمنشن والويتس بتاع التراك، انا اخليه مثلا 2 من 10 ملي، تمام. خلينا نعمل اي شكل كده، جيت انا على لاين. انا بحذف ده ليه؟ عشان الشكل ما قفلش معايا، تمام. لازم المساحة الداخلية كده لونها هيتغير، تمام كده عمل كونكت اهو، المساحة الداخلية بقت غير المساحة اللي بره، نغير في المساحة دي كده،
تقريبا انت بتعدل فيها زي ما انت عاوز. لو برنامج كاد معاك بيظبط الموضوع ده، او الستريتور مثلا، اي حاجه بتطلع فيكتورز ممكن تظبط بيها الشكل الخارجي ده، بس مش ده المهم بالنسبه لنا. خلينا ننقل دول كده جوه. تمام، خلاص مثلا رسينا الشكل بتاعنا زي ما احنا عاوزينه كده. وجيت انت عملت راوت، اخترت مثلا تراك 1 ملي والبوتوم لير، ورحت موصل ده مع ده. تمام، خلصت. طيب الابعاد دي بالنسبه لك مش مناسبه، يعني انت شايف البدات دي صغيره بالنسبه لك، عايز تكبر البيت. الاول خلينا نعمل سيف للتصميم كده، ماشي، اقول له سيف. عايز مثلا تكبر الروزيتا، اروح اعمل على كليك يمين، اعمل اوبن فوت برينت، فتح لي الفوت برينت اهو. باجي كليك يمين على دي كده، تيجي هنا من الدايمتر دي، الشيب ممكن تغيره، ممكن تخليه سكوير مثلا، واقول له ابلاي، ادي الشكل بتاعه اتغير. الدايمتر ممكن تخليه، بس خلينا نخلي الأبعاد بالملي عشان نعرف نحدد. تمام، وقول اوكي. خلي ده مثلا الدايمتر 4 ملي. تمام، هنا نفس الكلام، الدايمتر مثلا 4 ملي. لا احنا كده اخترنا حاجة تانية. الشكل سكوير، دايمتر 4 ملي، اقول له ابلاي. تمام، بعد كده اعمل كنترول اس. هنا خلانا سايف لايبراري جديده عشان اللايبراري دي كانت موجوده ضمن البرنامج، فاقول له سيف. بيقول لي هي موجوده قبل كده، اعمل لها اوفر رايت، هقول له ماشي موافق. تمام، سيف، هقفل ده، هرجع للكنترول بتاعي اهو، اروح على اللايبريز، هلاقي لايبراري جديده المفروض فين، هنا كونكت يو تي ار. ممكن تكون نزلت في المانجد لايبريز، ماشي كده. انا لو كنت ضايفها قبل كده واتسيفت اهي، تمام، هو عمل اوفر رايت ليه وعمل لها يوز. هرجع انا كده بس اعمل لايبرري واعمل ابديت اول. ماشي، اه عشان دي كانت مفتوحة. تمام، هي عندي اصلا موجوده في اللايبريز قبل كده، انا كنت عاملها ايديت كونكت بي تي ار اي. تمام، انا عملت لها ان يوز، هضغط على كليك يمين تاني،
مش عايز افتحها، اعمل يوز. تمام، على ما تعمل لودنج انا اوقف عشان وقت الفيديو. تمام، هي كده اتسيبت اهي، نزلت لي. لو انا جيت اشوف انا كنت عامل ايديت لايه فيها، كان الاي كي 500 على 2 شكلها اتغير اهي. تمام، ممكن تيجي تضغط كده كليك يمين وتعمل ابديت. تمام، بيقول لي اللايبراري اللي عمل لها ابديت اهو، الشكل بتاعها كده اتغير عندك في اللي اوت. انت تشوف شكلها، ادي شكل البادة، حجمها الكبير. تمام، اي حاجة بقى انت عايزها هتعمل مع نفس الوضع كده. طيب ليه بقول لك في نوعين من اللايبراري؟ خلينا نضيف حاجة تانية مثلا من اللي انا منزلهم. خلينا نشوف ايه اللايبرز اللي انا ضايفها، وليكن ال AMS مثلا 1117. هاجي كده هنا AMS 1017.5، خلينا ننزل ده مثلا واقول له استخدمه بس كده بدون اي شكل، واجي انزله هنا. تمام، وعايز اكبر البادة دي والبادات اللي تحت دي، واجي اعمل كليك يمين عليه اوبن فوت برينت، اضغط كليك يمين على البادة، اتأكد ان هي البادة ذات نفسها الاول. تمام، اغير دي اخليها بالملي. هنا بيقول لي مثلا دي ابعتها 3.24 في 1.3، انا عاوز اقول له مثلا خليها 1.6. تمام، كبر لي البادة او خليها مثلا عام 2. تمام، عايز اكبر اللي تحت دي كمان اخليها اطول شوية. هي مثلا 9 في 1.31، انا اقول له لا خليها 3. تمام، دي نفس الوقت اقول له خليها 3 مثلا. دي خليها 3. تمام، اروح اعمل كنترول اس، كده اتسيفت اوتوماتيك. تمام، لو هي لسه عندي زي ما هي، تيجي هنا لايبراري ابديت اول. تمام، دي اتحدثت لوحدها اوتوماتيك عشان دي انا ضايفها اصلا من بره البرنامج. تمام، عايز بقى ترجع تعدل فيها تاني اي حاجة براحتك. شكرا.